السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاندنج اي اي دي عبارة عن منصة سحابية، يعني اونلاين مش محتاج ان انت تسطبها، سهلة الاستخدام، بتساعد المستخدمين ان هم يعملوا مشاريع فيجن او رؤية كمبيوتر مخصصة من غير ما تقعد تكتب اكواد او تعمل برمجة او مش محتاجة خبرة في الذكاء الاصطناعي، هي سهلة في الاستخدام. دي ممكن تستخدم مثلا في السيارات ذاتية القيادة او تتعرف على بعض العناصر. بيبقى عندنا انبوت زي صور، فيديوهات، حاجات معموله بالدرون، كتابات، ويبدا يتعرف عليها ويبدا يعمل لنا سمارت سوليوشنز عشان يبدا يتعرف على العناصر. ممكن تستخدم في الزراعه بحيث ان تقدر تعرف انواع المحاصيل من خلال الاقمار الصناعيه، او في الالكترونيك، او في الطرق، او في الادويه. انت بترفع الصور وهو بيبدا يتعرف على الصور اللي موجوده. ممكن في الاول بتبدا ان انت تسمي له الحاجات، لكن بعد كده هو اوتوماتيك بالذكاء الاصطناعي يبدا يتعرف على العناصر كلها. هو في تعلم آلي بشكل كويس. تعال نشوف الفيديو. لو بيرفع الصور وبيحدد العناصر عبارة عن ايه، مثلا بيقول له دي ورق كوتشينة وايه العناصر الموجودة فيها. ممكن هو يتعرف عليها اوتوماتيك لان هو اتدرب على ملايين الصور قبل كده، فممكن تحتاج ان انت تعرفها له. وبعد كده هو هيخش مرحلة البريدكت او التنبؤ. مثلا بنبدأ نعرفه ان في هنا حريق، ان اول ما يلاقي صورة من دول فيها حريق يعرف انهي جزء اللي فيها حريق والكمية بتاعته وخطورته وهكذا. ممكن نقول ستارت فور فري، فنبدأ نعمل ابلود لأي صور. كل ما يكون في صور اكتر كل ما يكون افضل، على اساس ان المشروع يبقى فيه تعرف اكتر على الحاجة انت عايزها. تعال نشوف الصور مثلا في الداونلودز. ممكن مثلا اختار الصورة ديت، ممكن اروح مكبرها، ابدا بقى عناصر معينة، تقول له مثلا دي جزء ده كذا وجزء ده كذا وجزء ده كذا، تمام، بحيث ان هو يبدا يتعرف عليهم. اقول له مثلا ده تشير، بحيث ان انت لما ترفع له اي صوره بعد كده فيها تشير يبدا ان هو يعرفها اوتوماتيك، يقارن الصور مع بعض، هو يبقى مسجل عنده ان ده تشير. هو بيقولك ان انت تعرف في حدود 10 صور قبل ما تبدا تدخل على الترين، يعني 10 صور يكون فيهم حاجات مشتركه، تمام. هو حتى اوتوماتيك اكتشف ان التشير ده هو دوت، يعني مجرد ان انت عملت المربع خلاص هو اكتشف ان ده ميرور من دوت، فقال لك خلاص يبقى ده تشير مش لازم تديله اسم. انت بترفع له 10 صور وبعد كده هو يبدا يتدرب عليهم، وبعد كده ممكن تديله صوره 11 او 12 هو يبدا يتعرف عليها.